وللحديث عن التطورات في درعا سوريا ودخول الاتفاقية بيت النظام وأهالي المدينة حيز التنفيذ، يعج بحصار وقصف دام أكثر من 75 يوما. معنا من اسطنبول أحمد رمضان، عضو الائتلاف السوري المعارض. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. بداية، كيف تنظرون لهذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ مع النظام السوري برعاية روسيا؟ إلى أي مدى يبدو مجحفا بحق أهالي درعا؟ يعني في البداية لابد من الإشارة إلى أن هذا ليس اتفاقا، يعني وإن سمي بهذا الاسم، لكن في واقع الحال هناك محتل إيراني ومحتل روسي يحتلون الأرض السورية ويسيطرون على المقدرات، وهؤلاء يحاولون أن يفرضوا شروطهم على الشعب السوري، ومن ضمن هذه الشروط عمليات التهجير المستمرة للسوريين. كثيرا ما توجه الروسي بأنه يريد إعادة اللاجئين إلى مناطقهم، لكنه الآن هو شريك في عملية تهجير أهالي درعا. نتحدث هنا على سبيل المثال عن 50,000 نسمة موجودون في منطقة درعا البلد فقط، أي في جزء من مدينة درعا، يراد أيضا تهجيرهم. أضف إلى ذلك عمليات تهجير واسعة سابقة جرت لأهالي محافظة درعا ومنطقة حوران التي تضم منطقة واسعة وشاسعة، إضافة إلى الجانب الإيراني الذي يملك ميليشيات مرتزقة في تلك المنطقة ويحاول التغلغل فيها بوسائل عدة، ويريد أيضا تفريغ منطقة حوران ودرعا من أهلها من أجل بسط النفوذ والهيمنة على تلك المنطقة. لذلك حقيقة هناك احتلال غاشم وخبيث من قبل الروس والإيرانيين لأرض سوريا، وهؤلاء يحاولون تهجير السوريين من أراضيهم وفرض هذه الشروط القاسية التي أكدنا ونؤكد باستمرار أننا نرفض هذه الشروط ولا نعتبر ذلك اتفاقا. أهلنا يتصرفون ويتعاملون بالتصدي لهذا المشروع، هناك محاولات لتطبيق بعض النقاط، لكن هناك نقاط أعلن عنها لكنها ليست صحيحة. هناك حديث عن دخول جزئي للشرطة العسكرية الروسية وبعض الحوادث على المستوى البعيد أستاذ أحمد. هل النظام على المستوى البعيد أستاذ أحمد، يعني هل هنالك أي خطورة على الاتفاق، خصوصا أن إيران تتواجد بكثرة في الجنوب السوري؟ ليس هناك اتفاق يلتزم به أو تلتزم به الميليشيات الإيرانية وقوى الاحتلال. هؤلاء يريدون أن يمارسوا سياسة القضب. في النهاية مشروع إيران الكبير هو إيجاد طرق متصلة تبدأ من إيران تمر بالعراق ثم سوريا فلبنان فالمتوسط. هؤلاء يريدون أن يسيطروا على الأراضي وإيجاد ممرات من أجل الوصول إلى مياه المتوسط لتصدير النفط والغاز وأيضا تصدير منتجاتهم بشكل أو آخر. لذلك هذا المشروع الإيراني لن يتوقف، وهو أوسع من درعا وأوسع من سوريا كذلك، وأهلنا في العراق عانوا وما زالوا يعانون الأمرين من هذا المشروع الطائفي الإجرامي الخبيث. لذلك حقيقة نحن لا نعول على ما قيل عن الاتفاق. نعلم جيدا أنه كما حدث سابقا من اتفاقيات أعلن عنها، لكن الإيراني يستمر بخرق هذه الاتفاقيات لأنه في النهاية أهدافه هي السيطرة المطلقة على تلك المناطق. والتحالف الإيراني الروسي أيضا يسير قدما في هذا الاتجاه، وإن بدأ في بعض الأوقات أن هناك ثمة تناقضا في بعض القضايا، لكن في النهاية روسيا هي الداعم الأساسي للهيمنة الإيرانية. طيب السؤال الأهم، ماذا جنى النظام السوري في 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 هذا الحصار والقصف الذي مارسه على درعا؟ إلى أي مدى فشل مرة أخرى بإدارة المناطق التي يسيطر عليها في سوريا؟ النظام السوري ونظام بشار الأسد ليس سوى ورقة توت تستخدمها إيران، هو ليس موجودا على أرض الواقع. السيطرة الفعلية هي للميليشيات الإيرانية وللحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري هو الذي يطبق الآن على مؤسسات الدولة السورية وتحديدا على أجهزة الأمن والقوات العسكرية، الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والتي تعتبر هي رأس المخلب في الهجوم على درعا البلد، تابعة بشكل كامل ويخضع قرارها بشكل كلي للحرس الثوري الإيراني وفيلق قدس.
وهناك ضباط إيرانيون يقودون هذه العمليات. لذلك عندما نستخدم تعبير النظام في واقع الحال فنحن لا نصيب الحقيقة. هناك احتلال إيراني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لسوريا، وهؤلاء هم الذين يسيطرون على مفاصل الدولة، وهم الذين يتواجدون الآن في أكثر من 50 موقع أمني وعسكري في داخل منطقة حوران. هذا عن المواقع الأخرى الموجودة في شرق سوريا وفي وسطها وفي غربها وفي أيضا في أجزاء شمالها. عضو الائتلاف السوري المعارض الأستاذ أحمد رمضان، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.